Donc, mes chers élèves, mes chers apprenants, bonjour. On est de retour pour continuer notre travail, bien sûr sur le manuel parcours pour les élèves du 6e année primaire. On va continuer aujourd'hui avec une leçon de lecture-diction. D'après un poème, on va apprendre beaucoup de choses. Donc, bien sûr, qu'est-ce qu'on observe? On observe un jeune ou bien un garçon devant un ordinateur. Ça y est? Donc, il s'est connecté ou bien il suit l'Internet ou bien il travaille sur Internet. Yani, يشتغل على حاسوبه ou يتصفح l'Internet. Donc, هنايا, pour comprendre, on chauffe directement, je découvre le poème. شنو قالينا pour avoir une idée, باش ناخذ فكرة. Donc, je découvre le poème. كيما قلت لكم, عندنا واحد لو جون devant un ordinateur, وعندنا واحد لو poème, وعندنا واحد العنوان اللي هو virtuel. اش كنقصدو فيرتويال؟ هو افتراضي، العالم الافتراضي لما كيكون شي واحد كيخدم في الانترنت كنقولو بان كيخدم في العالم الافتراضي ماشي الواقعي، صافي؟ دونك نمشيو لجو ديكوفر لو بويم، كيلي لو تيتر دو سو بويم؟ ما هو عنوان هاد القصيدة؟ بيان سور عندنا فيرتويال، فيرتويال كنقصدو بها افتراضي، يعني ليس حقيقي ليس واقعي. دابخي لو تيتر من خلال العنوان ديال هاد القصيدة، ليماج وهاد الصورة اللي عندنا De quoi s'agit-il dans ce poème? يعني بما يتعلق الأمر في هذه القصيدة الشعرية. Donc bien sûr, هنا on va dire il s'agit d'une utilisation virtuelle d'une utilisation d'un ordinateur. يعني كيتعلق الأمر باستعمال واحد الحاسوب، استعمال الإنترنت. ولكن واش في لا رياليتي في الواقع؟ نو. هنا غادي نقولوا dans le monde virtuel. Monde virtuel، العالم الافتراضي. دونك نشوفو مانتونو نقراو القصيدة ومن بعد غادي نرجعو نجاوبو على لي كيستيون ديال جو كومبخون لو بويم. فيرتويال العنوان ديال هاد القصيدة اللي عندنا فيرتويال صايي. جي دي زامي ان بو بارتو، يعني عندي أصدقاء مجموعة من الأماكن، مراكش، غابة، مراكش، الرباط، أباري، بباريس. جوني ان تيزي وزو، وعندي آخر بمدينة تيزي وزو، تيزي وزو في الجزائر. أمام النطخ أو كناري، وأيضا عندي آخر بجزر الكناري، كناري بينو بين إسبانيا. تو لي سواغ جو سوي كونيكتي، قالينا عنده أصدقاء، وشنو قالينا في نفس الوقت؟ هاد الأصدقاء تو لي سواغ جو سوي كونيكتي، يعني كاين معاهم، أنا كونيكتي يعني في اتصال على الإنترنت، كل ليالي، سوغ لو كلافيي دو مون أوردي. يعني على لوحة المفاتيح ديال الحاسوب ديالو، أوردي كتعني أورديناتور. جون نوبلي ما تيميديتي، يعني في هذا العالم الافتراضي وبالليل وبوحدي كنسى داك الخجل ديالي، أنسى خجلي، بور مو كونفيي ألا نوي، باش نتيق في الليل والأصدقاء الوهميين اللي هضرنا على لو فيرتويال. لكن مي غادي يقولك هنا مي غادي يعبر على الرأي ديالو، مي كون جيتان لورديناتور، ولكن عندما أطفئ الهاتف، عندما أطفئ الحاسوب، لانغواس سودان مونفايي، يعني بشكل مفاجئ ملي كنطفي الهاتف الحاسوب ديالي، القلق، الحزن، مونفايي يحتويني، جو مو سون سول أو فون دو مون كوغ، أحسني وحيدا في أعماق قلبي، لو فيرتويال ني با لا في، أشنو قال لنا؟ بأن الافتراضي ليس هو الحياة. Je voudrais un ami, un vrai ami d'ici. أريد صديقا حقيقيا من هنا. شكون هاد هنا عنده؟ De mon école, من مدرستي. De mon quartier, من الحي الذي أقطنه. En chair, en eau. يعني إنسان حقيقي من لحم وشحم وعظم كما كنقولوا. Qui court, qui rit. يعني واحد الإنسان عنده مشاعر، عنده أحاسيس وكنشوفو بين عينيه، كنحس بيه ويحس بيا. Qui court, يجري, qui rit, يضحك. ميغوار طوندو باغ لاميتيي، يعني هو وأنا بمثابة مرآة لبعضنا البعض، كنشوف فيه راسي وكيشوف فيا راسو، كنحس بيه وكيحس بيا. جا من بعد اش قالك؟ ملي غادي يكون عندي هاد الصديق لو فغي صديق، بلو ديكخون بلا بلو دو ويفي، يعني ملي غادي يكون عندي صديق حقيقي ما غاديش نكون في حاجة، بل ما غاديش نستعمل بشكل نهائي سوا ليكخون الشاشة ديال الحاسوب أو الويفي. بلو دو باغيير أونتخ نو دو، لا مجال للحديث عن حواجز بيننا. جوست ان بارطاج دي شوسي، يعني اش غنكون في ديك اللحظه كنتقاسم انا وياه الهموم ديالنا، اي دو تو سو كي بو روندر اورو، وكل ما يجعلنا سعداء
وفرحين. هذا كان ابروبو دو لا دو بويم. فهمناه دابا بان كيهضرنا على الاصدقاء الوهميين الافتراضيين، ولكن الانسان كيبقى في حاجه يتعامل مع الواقع الحقيقي ديالو بالالم ديالو بالافراح ديالو اكسيت. دونك شوفو مينتونو جو كومبرون لو بويم. اسك لا كيسيون اسك لو بويت يعني الشاعر ا دي زامي، هل الشاعر له اصدقاء؟ هل للشاعر اصدقاء؟ او سو تروفتيل واين يوجدون؟ يعني السؤال يتكون من شقين، هل له اصدقاء واين يوجدون؟ طبيعه الحال من خلال القصيده اللي قرينا وي الى دي زامي، غادي نجاوبو غنقولو وي الى دي زامي. او سو تروفتيل اي سو تروف بارتو، يعني كاينين في اي مكان في العالم وفي الدولة اللي كيعيش فيها. قال لينا كاينين في مراكش، كاينين في الرباط، كاين في باريس، في كناري، وعطانا قالنا كاينين في تيزي وزو. ولكن واش هما حقيقيين قدامه كيحس بهم وكيحسوا به وكيشوفهم كيشوفوه؟ لا. دونك سو سون دي زامي فيرتويال. قال كو في لا كيستيون دو كو في تيل تو لي سوار، ما الذي يقوم به كل الليالي؟ دونك تو لي سوار قال لينا إلي كونيكتي، هاي عندنا في القصيدة تو لي سوار إلي كونيكتي sur le clavier de son ordinateur. يعني دائما هو مرتبط بالانترنت بالليل. سؤال ثالث، comment se sent-il lorsqu'il éteint son ordinateur؟ بماذا يحس عندما يطفئ حاسوبه؟ باش كيحس؟ الى هنا في النص قال لك مي كون جيتان لورديناتور لانغواس سودا مونفاي، يعني بان القلق بان الحزن لانفايس كيحتويه كيغلفو داك القلق كيولي عايش داك القلق والحزن، يعني ليس مرتاحا. كومون سابيلتيل لي زامي كي رونكونتر سور لورديناتور، اشنو كيتسماو هاد لي زامي بالنسبه ليه اللي كيقابلهم على الهاتف او على الانترنت؟ جو ميكسكوز. قال لنا بان سو سون قالك لو فيرتويال ني با لا في، دونك هاد الاصدقاء سو سون دي زامي فيرتويال، اصدقاء وهميون، اصدقاء افتراضيون وليسوا حقيقيين وليسوا واقعيين. بقات لا ديغنيغ كيسيون، كو فودغيتيل افواغ اي بوركوا، ما الذي يريد ان يحصل عليه ولماذا؟ دونك هنا قال لنا il veut avoir un vrai ami، كما شفنا في الاخر ديال القصيده il veut avoir un vrai ami. علاش بوركوا؟ نجاوبوا على بوركوا، pour partager les soucis، يتقاسموا الهموم et les moments heureux، واللحظات السعيدة في الحياة ديالهم. صحيح؟ دونك إلى هنا الدرس ديالنا كيكون انتهى. شكرا على حسن الإنصات والمتابعة. ما تنساوش تقسموا الفيديو مع لي كوليك ديالكم، ما تنساوش تخليو لي كومنتير وتعبروا على الإعجاب ديالكم بهاد الفيديو اللي كاينة في القناة ديالنا جميع اللي هي في النجاح الدراسي والمهني. شكرا لكم مجددا على حسن الإنصات والمتابعة، وإلى درس لاحق.